الإلكترونية. نبدأ بالنهار أونلاين. محمد عيسى يقول: كفاكم كذبا، لن تغامر أو لن نغامر بأموال المساجد لبنائها الكنائس. أكد أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الوزارة لن تغامر ببناء الكنائس وترميمها من ميزانية المساجد، كما استغرب الوزير من أولئك الذين يصدقون مثل هذه الأكاذيب وينشرونها بين العامة، على غرار كذبة ترميم كنيسة سانتا كروز الموجودة منذ سنة 1850 من ميزانية الوزارة. الجيفانتكات قالت: وفاة 38 شخص وإصابة 1048 آخر بجروح في ظروف أو في ظرف أسبوع، ولقي 38 شخص حتفى، وأصيب 1048 شخص بجروح في 1026 حادث مرور بمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و8 ديسمبر، أي في ظرف أسبوع، كما أوضح بيان من مصالح الحماية المدنية. سبق فراس قالت: بعد تأخر دام نصف قرن، قرار جديد يخص مشروع مدينة بوكزول. وحولت وزارة السكن والعمران والمدينة ملف إنجاز المدينة الجديدة بوكزول إلى مصالح ولاية المدية عقب اجتماع جمع والي الولاية مع الأمين العام للوزارة. وزارة السكن والمشروع الذي فشلت الحكومات المتعاقبة في إخراجه إلى أرض الواقع منذ أزيد من نصف قرن من الزمن. المصدر دي ذات قالت: 1000 عامل من مركب الحجار يوقفون الإنتاج. وإن أضرب عمال مركب الحجار أمس عن العمل وقاموا بشل إنتاج الحديد والصلب، فيما أغلقوا أبواب المركب وقطعوا طريق السكة الحديدية، واحتج أزيد من 1000 عامل في هذا المركب. الأنيوز قالت: تعيين سليم أغار على رأس سينيماتيك العاصمة. ونصب وزير الثقافة أسدين ميهو بأمس الإعلامي والناقد السينمائي والمخرج سليم أغار على رأس سينيماتيك الجزائر العاصمة. وأكد الوزير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بمقر الوزارة أن هذا الاختيار لم يأتي بالصدفة، وأن سليم أغار يعد أحد الناشطين الفاعلين في حقل السينما الذين يقدمون الكثير إلى جانب كفاءته وتجربته في ميدان السينما. يقول أسدين ميهو بوزير الثقافة مشيدا: